يقول صديقي يجلس مع أهل البدع ويدافع عنهم وقد نصحته فهل لي هجرانه حتى ينزجر وكم مدة الهجران؟ هذا الصديق إذا استمر مع مجالسة أهل البدع والأنس بهم فلا يحل لك أن تجعله صديقا، فإن مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير، خيره بين إما أن يترك مجالسة أهل هذه البدع والضلالات أو أن تفارقه.